السلام عليكم. في معلومة علاج لأصحاب الكلى، سواء كان حد يغسل غسيل كلى أو عنده سموم في الكلى أو الكلى خربت ما عاد تشتغل خربانة، بتروح عند دكتور بيقول لك استئصال. في طريقة تشغل الكلى الخربانة، تسحب السموم اللي فيها، واللي يغسل غسيل بعد فترة من استخدامها ترجع الكلى طبيعية، يوقف الغسيل كامل، اللي هي الدبة الصفراء أي أو اليقطين، نحن نقول لها الدبة الصفراء وبالفصحى اليقطين. هذا يضوي له نص كيلو من هاليقطين، هذا الدبة الصفراء بيتها في البيت الصباح، لا صلى الفير ينزلها يصفيها من قشرها من البزر حقها ويغسلها بالماء ويقطعها وصل صغيرة ويسويها في الخلاط حق العصارة، سويها عصير، يسكب لها حليب بقري، حليب حق غلم، حليب دانو، أي حليب، يضربها مع بعض ويخليها تصفى كوبين، كوب الصباح يشربه على الريق والثاني يخليه عند النوم يواصل. عنده سموم في الكلى 8 أيام تسحب السموم كامل، عندك الكلى خربانة 11 يوم أو 12 يوم تشغل الكلى، سبحان الله. عندك غسيل كلى واصل 2-3 شهور واصل في استخدامها، مثلا تغسل في الأسبوع مرتين، يقول لك صاحب الغسيل الدكتور اللي يغسلها بيقول لك تعال نحن مرة في الأسبوع، سبحان الله. أيوة بات واصل بيقول لك خلاص أمورك طيبة والعادية، هذا مجربة. وأيضا حد عنده بروستات نفس الطريقة، بروستات يعني بروستات ايه. هذا اللي البول يحتبس ايه. عادي يخرج، هذا برضه تفيد للبروستات. جزاك الله خير ومجربة، وبيض الله ويحكي. السلام عليكم. استخدام واحد كله يعني نفس الطريقة، استخدام واحد نعم نفس الطريقة، بيض الله ويحكي. جزاك الله خير يا صبري العامري، ونشكرك على المعلومة الطيبة، وإن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله الناس تستفيد من بعدك إن شاء الله. بعد الله ثم بعد. الأعشاب اللي قلت لك عليها لي الآن ما يقارب عن 3 سنين. ما شاء الله. طلعت لأبو ظبي، طلعت للسعودية. ما شاء الله. وإن شاء الله أشكر عليها، والزيان اللي فيها تعطيك.